الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. يؤمر به بخلاف سؤال العلم. طبعا هنا لأن شغل السمنية منهجه في هذا الباب أنه لا يسأل الناس شأن، لا يسأل أحدا حتى أسأل الدعاء لغيره، لأنه هو هنا يريد يجفف المنابع، يعني يحسم المادة وسد الزريعة كلية. وشيخ الإسلام في هذا له نظر، وجهة نظر طيبة، لكن الإشكال نحن مع دقة نظر سمعنا نقول الأثار ألزم وأتبع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن قال له: وادع الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن على أويس القرني من شاهده منكم فليستغفر له، فيطلب منه أنه يستغفر له، وفعل ذلك ابن أبي طالب، وفعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فيقول سؤال مخلوق مخلوق أنا أمضي حاجة لنفسه أبعد له، فلم يؤمر به، ألمح لأنه غير مستحب. بخلاف سؤال العلم فإن الله أمر بالسؤال بالعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يريد أن يقول ما أقوله على التعميم، وهذا على التخصيص، وهذا على التخصيص. سؤال العلم هذا خاص. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهنا رجع للميزان الذي نزن نحن به، وهو ميزان الشرع. لم يعمم لوجود القرائن والأدلة، ونحن مع ذلك ندور مع الأدلة حيث دارت. وفي ذلك بلسان حالنا: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بالجم من النار يوم القيامة. هو يزكو على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل، ولهذا يشبه بالمصباح، يعني ازداد نوره. وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده. وضرب مثالا أيضا بالفيء وغيره. من هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة، لأنه يجب أوجب الضيافة لهم ثلاثة أيام. وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، وكل واحد من المتعاقدين أن يسأل الآخر أداء حقه، لولا أنه يطيل في مثل هذه وهو عمدة بابه الكلام على العقيدة كان أولى له، حتى لا يعني يطيل الكتاب بمثل هذا، يعني يجعله على التأصيل الذي يحوم ويكور ويحور حوله أفضل. فجعل سؤالا غير مأمور به، وسؤالا مأمور به، وسؤال العلم، وسؤال النفقة، وسؤال عند التعاقد والبيع والشراء وغير ذلك، كل مأمور به. فقال هذا خرج من تعميم خلاف الأولى في مسألة السؤال على القرينة المحتفة. ولذلك قال من الباب: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال: ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به، والمسؤول مأمور بإجابة السائل. قال تعالى: أما السائل فلا تنهر، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني السائل والعفيف الذي لا يسأل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. ثم أتى أيضا بنوع من الأسئلة، وهو السؤال منهي عنه، سواء كان تحريما أو تنزيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا من حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب، وإن كان نفس السؤال السائل منهيا عنه، لأنه لا يلحف في المسألة. ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحو من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين. وهذا خطأ من ابن تيمية، وهذا خطأ من ابن تيمية. طب لما لم تقل على ما حدث من عكاشة بن محصن ويطلب منه الدعاء؟ لما لم تقل في أمهات المسلمين أو المؤمنين الذين كانوا يحتفون ينظرون إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول كما أشار علي عمر في بعض المغازي لما استأذنوه في نحر بعض ظهرين، فقال: قال أدعو لهم أن نأتي بالشيء وتدعو له بالبركة يكون فيه البركة. طب هذا ما هو سؤال دعائه الآن حتى ولو الغير، ويقول لنفسه لا. عمر قال: إن الله سيغيثنا بدعائك، إنما كانت سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره. شوفون الآن سأل الأعمى أن يدعو الله له، يعني ما استغاث، ما استشفع بذاته. وهم طبعا أتونا بحديث الأعمى الطويل عثمان بن حنيف، هذا سيأتي شبهات القوم، يعني سنأتي بها بتفنيدها من أجل أن نبين هذه المسألة الدقيقة، لأنها فارقة بيننا وبين الأشاعرة أيضا، عشان تعلموا البن الشاسع والفرق الواسع بين أهل السنة والأشعرة الذين ينادون ليل نهار صباح نهار صباح مساء على التقارب،
وطبعا هم أصلا أرادوا قتلي في مرات وكرات كما قلت لكم. وقالوا الأعداء أربعة وذكروا الأربعة، الحمد لله أن الله جعلني خاتمة مع الأبناء الثلاثة، قال ابن الرابع هذا البار. ولأنهم لا يحققون العلم، ولذلك قلت لكم يعني أنا أمقت الطوائف الحزبية من أجل ذلك، لأن عندهم يلمعون جدا من كان منهم تلميعا قد يأتي بالتزييف، وهذا يضيع ويكون أصلا ضعف العقيدة ظاهر لا واضح لائح. لكن سبحان الله الهوى من راكبه ضاع وضل وحاد، ولذلك نحن ما زلنا في الهوية، ما زلنا جميعا في الهوية بسبب هذا الأمر. الهوى متحكم جدا في هذا الباب. من كان معنا وعلى فكرنا فهو حبيبنا، ومن كان مخالفا فهو عدونا. هذا الشعار الكبير الذي يرفع عند كل حزبية ممقوتة يعني ظاهرة في الساحة. وسألت أم سلمة أن يدعو الله لخادمي أنس، وكما سأل أبو هريرة يعني إيش الفارق الآن يدعو أن يدعو لنفسي ويدعو لغيري، ما الفارق؟ أهو سؤاله الآن، ما الفارق؟ هو أراد يعني كما قلت النظر في شغل سلمة في هذا الباب، أنه يريد الحسم المادة وسد الزريعة. أما الصديق فقد قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى من أحد عنده من نعمة ترز إلا بابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف أرضاه. وثبت بصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلم يكن في الصحابة أعظم منه من الصديق في نفسه وماله. وكان أبو بكر يعمل ابتغاء وجه الله جل في علاه، لا يطلب جزاء من مخلوق. ففي قول تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى من أحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف أرضى. فلم يكن أحد عند الصديق نعمة ترزى، إنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة لا ترزى. فإن أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هذه أستدل بها على مسألة وقاعدة فقهية مهمة جدا، هذه الجزئية بالذات فيها دلالة، شوفوا أنتم كيف يتضح لكم عند مداعبة الأدلة. هنا نستدل بهذا الدليل في قوله وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وعلى غيره طبعا نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة لا ترزى. فإن أجر الرسول فيها على الله كما قال تعالى وما سألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. يأخذ منها نأخذ منها دليلا واضحا لقاعدة فقهية مهمة جدا، أو لمسألة فقهية فيها الخلاف الظاهر اللائح في الساحة. ما هي؟ بالله اعملوا عقولكم لأن فيها فضل كبير. كيف أنت أيتها الشامية رضي الله عنك والله، جزاكم الله خيرا. نعم، هو أن الأصل في كل قربة لا يجوز أخذ الأجر عليها، الأصل في كل قربة لا يجوز أخذ الأجر عليها، لأن الأجر في الآخرة لله جل في علاه. قال الله تعالى وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فتأخذ قاعدة كلية بأن كل عمل من أعمال الآخرة قربة، يعني كل قربة، كل عمل من أعمال الآخرة، كل قربة لا يجوز أخذ الأجر عليها إلا ما دل الدليل على ذلك. ولذلك قال وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. زيد جنة أهل الشام. وقال وما علي وزيد غلما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عنده نعمة تجزى، فإن زيدا كان مولاه فأعتقه، ويستقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وعلى كان يعني وعلي كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم لجذب أصاب أهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عيالي، فأخذ النبي عليا إلى عيالي، وأخذ العباس جعفرا إلى عيالي، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشتراء المعذبين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاص نفسه لا إلى أبي بكر ولا إلى غيره، بل لما قال له في سفر الهجرة إن عندي راحلتين فأخذ أحدهما فخذ إحداهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، فهو أفضل صديق لأفضل نبي. وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه جل في علا، لا يطلب الجزاء من أحد. قال وهذه رفعة، شوفوا بيتكلم على يريد يصل إلى ما يريد إليه. إيش قال؟ عدم أخذ الأجر وارتقاء برضو إجابة سديدة. عدم أخذ الأجر على تعليم القرآن ممتاز، الارتقاء جيد، ممتاز.
ومن الجزاء أن يطلب الدعاء. قال تعالى عمن أثنى عليهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدعاء جزاء، من أسدى لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. الله أكبر. وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله. فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء فهذا العمل الخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لابتغاء وجه الله الكريم، لا يطلب من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيظ. الله أكبر. وأيضا كما قلنا هنا يحوم ابن تيمية على الحفاظ على القلب بجمعيته، إن الله أمر العبادة أن يعبدوه مخلصين له الدين، هذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والأخيرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. وهو أراد أيضا أن يبين الأسس في هذا الباب، يستوعب جدا جدا جدا. قال: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام. قال نوح: أمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وأنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. وقال عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين. وأصلان مهمان جدا: الإخلاص والموافقة. الإخلاص والموافقة والمتابعة. وما أمر به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيعبد في كل زمان بما أمر به، فيعبد الله في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين بهذا، أي أسلموا دينهم لله جل وعلا. وكذلك شريعة الإنجيل، وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله جل في علاه من واجب ومستحب فليس بمسلم. الله أكبر على هذا الكلام الرائع، وهذا طبعا مستقى، لا يمكن للشيخ أن يكون له هذا الكلام بدون دليل، الدليل ظاهر جدا واضح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع. نعم نعم ارتقاء، أنا أعطيتك حقك، أنا ما رأيت فلما رأيت مدحت، وهذا ارتقاء حقا. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي حتى أم مريم أيضا أجابت إجابة صحيحة، الهدف الأسمى إرضى الله بدون أخذ الأجزاء. قال والذي نفسي بيدي ما يسمع به، يعني من هذه الأمة يهودي أو نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به، شوف بالشريعة، بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة المستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله
الرسول والإحسان إلى عباد الله بالنفع، والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا لرب العالمين. الله أكبر. وهنا تأتيك المباينة بأن الرجل إذا خلط بين معصية وطاعة لما نتهم النفاق، قد يكون مخلصا جدا لله جل في علاه ويكون قد زل، ويكون جمع الله له بين الاثنين لأمر عام، ويعلمه الله ويعلم حكمه. لا يطلب المخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء، فهذا ما لا يسوغ أن يطلب عليه الجزاء والدعاء. وأما سؤال المخلوق هذا فغير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال. وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك. هو الآن أراد أن يمنع لهم حتى السبيل إلى ما يريدون، فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره. فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. المفاسد التي في سؤال المخلوقين سنبينها إن شاء الله، لكن لابد أن نقول هنا يبحث عن الأكمل، وإلا ونحن ننازع في الجواز وهو ينازع أيضا في الجواز، هو ما يراه جائزا يراه مكروها. فالصحيح أن نقول نحن ننازع في مسألة الجواز، أنت تنازع في الكمال، نحن نقول الكمال ألا يسأل، لكن ننازع مسألة الجواز، لأنه دعاء الصالحين أمر درج عليه الصالحون، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، نعم ابن عباس، ورد عكاشة بن محصن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال بذلك أن لا يقال بهذا الأمر أننا يعني النبي حال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير النبي لا يمكن يعني لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني لا يلحق به غيره، نعم، لكن الصالحون في الأمة لا ينقطعون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد